لكن السن الصغير بقى، الفئه العمريه اللي هي صغيره، لما يجي يسال سؤال في اسئله وجوديه، في اسئله في الدين، في المعتقدات، في اسئله هم مش هيفهموا اجاباتها دلوقتي كمان، يعني دي حاجه تانية خالص. ممكن يسال سؤال اجابته معقده شويه او مركبه، وانا عارفها بالمناسبه، يعني ما فيش مشكله في المعلومه، هي موجوده لكن هو مش هيستوعبها او مش هيفهمها. اقول له انت لسه صغير مش تفهمها دلوقتي؟ لا، ممكن نبسطها. انا مش مع لا انت ما تفهمش دلوقتي، لا مش مع الجمله دي، لكن ممكن ابسطها له بمثل، بقصه. القصه من الاساليب اللي هي بتخلي الطفل يستوعب كل الحاجات اللي انا عايزه افهمها له. يعني لو انا عايزه اوصل له معلومه عن الامانه، عن الصدق، ما اقولوش خليك امين، خليك صادق، مش هيفهمها. لكن احكي له قصه، يعني احنا لو استرجعنا طفولتنا هنلاقي ان احنا فاكرين القصص اكتر من النصائح. شاذلي كان بيحكي الموضوع ده بيعمله هو في البدايه، في بدايه الحلقه كنا بنتكلم في الموضوع ده، فقلت لها انا بعمل كده لما اكون عايزه اوجهها مثلا جداً. عندها 7 سنين عايزه اوجهها في حاجه قصه، فبقى الف لها قصه كده واحط لها المعلومه في النص، فهي هو ده الاهل بيقولوا يقعدوا قدام الولاد اللي هو سنه 7 و6 ويقعد يديهم نصايح وهو ولا سمعك اصلا. لكن انا بسهوله جدا، هي قصه 2 خلص الموضوع، هو فهمه. حتى مع المراهقين، بس المراهقين عايزين قصص واقعيه. يعني حضرتك بتالف مع بنتك 7 سنين مش هينفع ده مع المراهق. المراهق عايز قصص واقعيه من الحياه، فتفهمه هو يعيش ازاي صح، تفهمه الحاجات اللي هو يعني لما احب اعلم ابني اقول له يعني قاوم الحاجات اللي هي بتحس بالضعف او بتحسسه في وقت اللي انت مش عايز تعمل حاجه، اروح احكي له قصه مثلا لاي حد ناضل وكافح وتعب ووصل. دي تحمسه. لكن ما اقعدش اديله محاضره في اهميه ان انت تعافر، مش هيسمعني. فهي الطريقه بس، ده نوع من انواع التواصل الصح. الطريقه اللي انا فيها عايز اعلم ابني، يعني احنا كلنا عندنا حاجات حلوه عايزين نعلمها لاولادنا، بس بنستخدم اساليب غلط بتقفلهم ونقول الجيل ده مش عايز يسمعنا. لا، هو الجيل ده دماغه تركبت غيرنا. عايز يسمع، هو واحد بيقعد على التيك توك يسمع فيديو اقل من دقيقه، اقل من دقيقه، وبيزهق لو دقيقه على التيك توك. عايزه يسمعك انت قد ايه؟ فلازم اقول له المعلومه مختصره، والمحتوى بتاعك مش شيق كمان، ده انت عمال المحتوى بتاعك مش شيق، مش بيضحك او مش اغنيه، وغير كده انت عمال تديله في تعليمات واعمل 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 وما تعملش وتديله في اوامر، فبالنسبه له الاهل بس هو انا متفهمه طبعا لان انا ام. بيبقوا خايفين قوي، فالخوف بتاعهم بيدفعهم ان هم اول رد فعل اللي هم اتعودوا عليه. هم كانوا بياخدوا نصايح فبيعملوا نصايح، كانوا بياخدوا اوامر فبيعملوا اوامر. لكن لو الام او الاب هديوا شويه كده وركزوا وقالوا لا احنا هنوقف شويه الاوامر، هنوقف شويه الاوردرز، ونحاول ندي قصص اكتر، الكلام يبقى مختصر اكتر، نحكي لهم عن حاجات. بس لما نحكي عن نفسنا ما نحكيش حاجات خرافيه، ان انا مثاليه بزياده الاول على المدرسه طبعاً. انا كنت الاول وانا كنت اصلا بهرب من المدرسه، يعني ما ينفعش. انا اخليني واقعيه اكتر، صح. كل ما ابقى واقعيه هيصدقوني. انا بحكي لاولادي عن اخطائي وفي نفس الوقت احكي لهم عن ازاي صححت الاخطاء. مظبوط جدا.